بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سميع عليم يا هادي. ولكن البر ولا البر من اتقى، ولهذا قال موسى المتقي مع حل شمه على البر لله، هذا الحق. فهو أكذب الأكذبين، قال إذا كان يقولك أنا البر في ربي، لم يتق الله فليس ببار لله، مستحيل. التقوى تحصل بعد برك لله سبحانه وتعالى. بر الوالدين تحصل عشرتهم وإن كانوا كافرين أو واحد منهم من الكفار وملاعين و لابد أن تبر والديك، هذا واجب. الإسلام فرض هذا الواجب لكي لا يكون المسلم عاق لوالديه اللي هما كان أصل له ورباه، ينحيوا اللحم من فمهم ويعطيوالو، باتوا معرضين للبرد ويدفيوه، وإذا كان مرض يكبهم هم ويروجوا شكون مش يعاونهم على تخليص ابنهم ولا بنتهم من ويلات المرض. والسلام علينا أهل الإسلام بالتمام والكمال.